يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم على شاشه الاهلي السادسه دايما. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. وقبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه واقول لحضراتكم عندنا ايه النهارده نتكلم فيه، مهم جدا اقف وابتدي الحلقه مع اللحظه اللي بيبدا فيها يتسرب الياس للبنى، او اللحظه اللي بتبدا فيها احاسيسك انك انت رايح للاستسلام، الهدف بعيد، الوصول للهدف صعب ويكاد يكون مستحيل بحسابات المنطق، لكن بحسابات الأهلي قصة تانية خالص. امبارح طبعا لازم نبتدي ونبارك لأبطال سلة الأهلي اللي حققوا فوز غالي جدا جدا في الثانية الأخيرة على الزمالك الغريم التقليدي، قضية جديدة بيكتبها نادي الأهلي. والحقيقة ما أحلى الضربات القاضية، يعني دايما بنشوف طبعا الأهلي تعود دايما أنه لغاية آخر ثانية البلاس 90 بالنسبة لنا دي علامة وماركة مسجلة، لكن امبارح الفوز كان غالي جدا وكان ليه طعم تاني. ويمكن لو كان الأهلي تسيد وتفوق من بداية المباراة لنهايتها ما كناش حسينا بطعم وحلاوة الفوز اللي اتحقق امبارح على الغريم التقليدي طبعا الزمالك. تحية لكل رجالة الأهلي اللي عملوا ماتش كبير وجيم كبير جدا، وكانت روح الفانيلة الحمراء هي عامل الحسم. أما فيما يتعلق بالخروج عن النص فده لينا واقفة معايا ولينا كلام كتير على مدار الحلقة.